السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هجهز معاكم النهاردة الرز على الطريقة المكسيكية لغدا سهل وسريع. عندي كوباية ونص من الرز البسمتي، بعد ما هغسله هنقعه لمدة نص ساعة وبعد كده هصفيه كويس من المية. في الكبة هفرم عندي حبة طماطم مع البصل وثلاث فصوص من الثوم، هفرمهم كويس في الكبة وهبدأ أحضر باقي المقادير اللي هحتاجها أو المكونات. هنجهز عندي البهارات المكسيكية عبارة عن الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون والكركم والثوم البودر والبصل البودر والأوريجانو والشطة. هحتاج كمان عندي فاصوليا حمراء وفلفل ألوان. في حلة على البوتاجاز الوصفة الأصلية بنستخدم فيها زيت الزيتون، لكن لما بستخدم السمنة أو أنا بستخدم السمنة بحس إن بيبقى طعمها أطيب في الوصفة. هضيف عندي حوالي معلقة كبيرة من السمنة وهبدأ أحمص الرز الأول حوالي 4 أو 5 دقايق. بعد كده هضيف عندي الفلفل الالوان والبهارات، وهنضيف برضو خلطة الطماطم مع البصل والثوم. انا بحب الاول اضيفها على الجنب، هضيف عليها كمان معلقة من صلصة الطماطم. بسبكهم كده الاول لمدة نص دقيقة لوحدهم قبل ما ابدأ اخلطهم بباقي المكونات الرز والفلفل والبهارات. وعندي النار هنا من وسط لهادية وابدأ احمص الرز شوية الاول بكل المقادير او المكونات اللي احنا ضفناها قبل ما اضيف عندي المية المغلية. عندي كوباية ونص من الرز البسمتي، هتحتاج 2.5 كوباية من المية المغلية. اول ما الرز يبدأ يتشرب المية بغطي الحلة وبهدي النار. بعد حوالي ربع ساعة او تلت ساعة الرز خلاص بدأ يدخل فيه السوى، هضيف عندي الفاصوليا الحمراء. بنضيف هنا الكمية حسب الرغبة، لو انت حابة تزودي الكمية عن كده. وبعد كده بغطي وبسيبها كمان 5 دقايق أو 10 دقايق وكده الرز بقى جاهز عندي. دي من ألذ الوجبات الاقتصادية اللي ممكن تجهزيها للغدا بدون لحوم، وجبة مشبعة جدا وطعمها لذيذ جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. مع ألف سلامة.